FM. الكلمة ليك. هذه الغكاب على كاب FM. مرحبا بكم. ضيفتنا في الفسفاس بشرى بالحاج حميدة عن نداء تونس. فسفاس مع نداء تونس البشرى بالحاج. مرحبا بك مدام بشرى. شنو حوالك؟ لاباس؟ سلام في الجنجل وبرا. شنو حوالك؟ لاباس عليك؟ لا لاباس الحمد لله. هكا نعملوا باريتي احنا في الايميسيون تاعنا. نجيبوا مش كامل لازم بوليتيك كهو. اما 3 فاس كونتر 1 كيفاش؟ لا لا سي بون معناتها مارون بوميزيك تبارك التصريحات نتاعك سي بون كهو. ما عندوش دخل في الحوار. مرحبا بك بشرى بالحاج حميده. نداء تونس والتحالفات الفاشله، هذا هو العنوان الكبير قبل الانتخابات التشريعيه والرئاسيه. نحكيو على اتحاد من اجل تونس، جبهة الإنقاذ، لقاء باريس بين النهضة ونداء تونس. من مسؤول عن تشتت القوى الديمقراطية اليوم في الساحة السياسية قبل الانتخابات بشرى بالحاج حميدة؟ أولا حكيت تحالفات فاشلة غالطة، خاطر هي ماهيش بالكل موضوع تحالفات بمنطق تحالفات انتخابية وعمرها ما طرحت. أنا ما قلتش انتخابية تحالفات، أنا قلت تحالفات. أي معناها خاطر ما وليت انتخابية. لا تحالفات انتخابية. وهذا تو اليوم الخطاب. نربط كلامك باللي بالموجود في الساحة وفي الإعلام. اليوم خاطر ليلة انتخابات الناس تحكي على تحالفات انتخابية. احنا اللي صار في جبهة الانقاذ هو معناها اتفاق عدة احزاب بعد اللي صار في تونس من عمليات ارهابية، ومن بعد انه اتفقت الاطراف الكل لا فقط السياسية بل الاجتماعية والنقابية انه حكومة فاشلة، وانه مجلس التأسيس يتأخر في العمل متاعه، قاعد معناها يأخر في المسار الانتقالي. هذه كانت جبهة إنقاذ الأهداف نتاعها محددة، الأهداف نتاعها مكتوبة وكانت واضحة، وانتهت المهام نتاعها فانتهت. اتحاد من أجل تونس كان يكون تحالف انتخابي زاد كيف كيف طرحت مسألة الانتخابي كيف كيف. لكن عمره ما تقال في أي مرحلة من المراحل أنا مش كون هناك معناها قائمات متوحدة. هذايا صار كلام بشرى بالحاج حميدة، صار نقاشات، صار نقاشات وفما خلافات خليت ما هي ما فيهاش خلافات. أنا نقول ينفجر كانت فما إمكانية نتاع قائمات موحدة، أو على الأقل في معناها ربما في بعض المناطق غير مناطق أخرى كانت هناك نقاشات حول إمكانية بعض على الأقل القائمات. ما كانش فما إمكانية. علاش؟ أنا ما نجمش نقول علاش ولا كيفاش ولا من مسؤول، لكن نعتبر أنه ما زلنا ما نضجناش معناها نقول ربما، وهنا باش نكون صعيبه معايا روحي ومع ربما ما اقرب الناس ليا القوات الديمقراطيه بصفه عامه. راهو كي ديما نقولها وفاطمه تعرف شنو عملها كما استاذ نجيب الشابي امبارح في التلفزه، معناها تاريخيا راهو عده مراحل في تونس، راهو مش كان بعد الثوره، قبل الثوره، قبل حتى 7 نوفمبر كانت هناك محاولات لجمع الناس لجمع القوى الديمقراطية في إطار موحد سواء حزبي أو انتخابي. هذايا نجم نقولوا اللي فيها عدة أسباب، ولليوم ما صارش نضج الكافي باش الناس تتخلى على عديد الأشياء من أجل أن تكون هناك قائمة موحدة. لكن خلينا نتعمقوا شوية في التحليل بشرى بالحاج حميدة. بشرى ما ننساش الماء ونتوندون. صراع صراع زعامات داخل التحالفات هذه خلى التحالفات تنفجر فجأة. يعني باش يقعد سبسي يريد ان يترشح للرئاسه، نجيب الشابي يريد ان يترشح للرئاسه، فما معناتها التعيينات على رؤوس القائمات معناتها الانتخابيه، نحب حسبي انا هو يتراس القائمه الفلانيه، نحب حسبي انا يتراس القائمه الفلانيه، معناتها فما صراع زعامات وانانيه سياسيه خلت مشهد يتفجر الديمقراطيه. بالنسبه لهذول الجمهوري انسحب من اتحاد من اجل تونس قبل ما توصل النقاشات على هذا الموضوع، باش نكونوا واضحين. الحاجه الثانيه أنه الباجي قائد سبسي كان نجيب الشابي كانت واضحة في يعني أذهان الناس وحتى في التصريحات أنه كل واحد كان مرشح الحزب نتاعه. دونك الموضوع هذا محسوم نجم نقوله قبل ما ندخل في نقاش حول ربما القائمات الموحدة. المهم اليوم نحن كحزب نداء تونس هي في حد ذاته اليوم معناها هذا واقع والناس كل تعرفه، هو توحيد القوى الديمقراطية في البلاد. احنا التركيبة نفسها نتاع نداء تونس وتركيبة القائمات داخل نداء تونس والتنوع الموجود، انا نشوف القائمة تاعي بركة مش بحكيش على القائمات الاخرى، ربما تشوف تونس التنوع اثنين. ايه. تونس اثنين معناها التنوع الموجود اللي هو معناها ناس اللي كنا قبل 14 جانفي وحتى فترة أولى من بعد 14 جانفي في مواقع سياسية مختلفة وربما متعارضة متناقضة، لقينا نفسنا في حزب واحد وفي قائمة واحدة. دونك احنا نجم نقولوا بالنسبة لنداء تونس
هو واحد الناس واحد داخل الحزب نتاعكم، نحكي على الاحزاب الاخرى. الاحزاب الاخرى ربما فما زادة، معناها ربما عدم وعي بحجم كل واحد زادة. الحقيقه باش نكونوا واضحين، معناتها حجم نتاعكم حجم احزاب اخرى، هذا واقع. مانيش انا باش هذا هو سبب اللي يخلي ربما الناس تطلب اكثر من اللي تتصور ممكن في مع حزب اللي هو عنده زاد المناضلين نتاعو، عنده ناس اللي زاد ترى نفسها في القائمات، اللي ترى نفسها رؤساء قائمات. مش غرور سياسي هذا، لا مش غرور، هذا واقع. اسمعني، هذا واقع اثبتته معناها اليوم نشوفوا احنا تاثير نداء تونس على الساحه السياسيه. راو نداء تونس نحبوا ما نحبوش، ومعناها واقع اليوم الموس اللي اليوم ولات عندنا زوز قوى قويه في البلاد، ومفروض تكون حتى ثلاثه او اربع قوى تكون قويه في البلاد هذه. كنا في 2011 معنا حزب بركه معاه حزيبات، اليوم تبدل المشهد السياسي، وهذا حاجه ما نجمو. معناتها تعتبرون انتم في نداء تونس انه نداء حزب كبير والاخرين حزيبات؟ لا ماهوش حزيبات، ما قلتش حزيبات. انا قلت حزيبات نحكي على اللي صار على ترويكا. بالنسبه لي ترويكا صارت بين حزب كبير وحزيبات، وحزيبين هذا واقع، ورغم كنت في حزب واحد حزيب منهم. اليوم نداء تونس في حد ذاته عمل قبل ساعة، لازم عمركم ما تنساو أنه قبل ما يتوجد نداء تونس أول شيء قام به سيد باجي قايد سبسي مع ثلة من المناضلين اليوم في القيادة حزب نداء تونس، هو محاولة تجميع الأحزاب السياسية الديمقراطية. واليوم معناها الأحزاب السياسية الديمقراطية، الأحزاب الديمقراطية اللي كانت موجودة قبل 14 جانفي لازمها تراجع نفسها. علاش ما توحدتش قبل ليلة 14 جانفي؟ وعلاش ما توحدتش لوندومان؟ ما تنساش اللي صار انه الناس دخلت الحكومه وخرجت، والناس ما دخلتش الحكومه، واليوم معناها الناس تقيم في تقييمات مختلفه على دخول او عدم دخول الحكومه. معناها فما مشكله داخل زاد الاحزاب الديمقراطيه اللي يظهر لي وقيت اليوم باش تراجع نفسها. لكن هذا ما نجمش نقعدوا نحكيوا فيه ليله انتخابات تشريعيه، ليله اللي الناس كل عملت قائمات نتاعها، ليله الناس كل قاعده معناها. ونقراوا التاريخ باش نفهموا المستقبل نتاعنا وين ماشي. والله التاريخ معناها معناها عده محاولات صارت تاريخيا، وعده معناها اكثر. احنا نقول لك حاجه، حتى جابت الانقاذ كيف زاد كيف جابت الانقاذ جابت الانقاذ وانفجارها زاد ما انفجرش لقاء باريس. لا ما انفجرش لقاء باريس، ما عنده حتى علاقه بجبهه الانقاذ. هذوما وضع في تونس كان معناها متوتر، والناس كل تعرف كان اختناق، حاله اختناق كانت، حاله حتى كانت انفجار في تونس. وضع معناها حتى انسان مش السياسيين والاحزاب السياسيه والمجتمع المدني، التوانسه نفسهم في الشارع معناها يحسوا في البلاد كان باش تترشق. زوز مسؤولي تلقاو معناها حتى ما فماش بعد اللقاء هذا، لازم نعرفوا هذا اللي لازم التوانسه يفهموه. اللقاء هذاك الحاجه الوحيده انه مهد للحوار، ومهد انه الناس تتناقش مع بعضها، انه فما امكانيه باش الناس تحاور وتضع حد للتشنج. لكن ما كانش مهد لاي نوع من انواع التحالف، لا في الابان لا في المستقبل. واضح. فاطمه كراي تعقيب. شكرا سيدة بشرى بالحاج حميدة المناضلة، وطبعا شاهدة أنا على برشا حاجات معناتها ومحطات والكل، وأنا باش نعول على ذاتك المتسامحة، خاطر نعرف أنت ماكش كمبانة، ماكش سياسية معناتها تعمل حسابات وحده كل دوك من سياسية. احنا من لا معناها ماكش معناتها معناها تضربش تحت الأحزام وغيره، معناتها فما حاجات فما قيم سياسة. قيم فما قيم دبلوماسية معناتها لا فما قيم معناتها أنا واحدة من السياسة بالقيم. نتمنى أني بلادي معناتها والبلاد العربية كلها تولي كيما أمريكا اللاتينية، العمل السياسي فيه شرف، شرف الكلمة، شرف المهنة، شرف التعاطي مع الشأن العام، عدم الكذب على الناس، يقولوا لهم الحقائق باش يقفوا معاهم كيما عمل شافيز، كيما عمل باشلي. مالو السياسة في تونس عكس هذا معناتها. احنا ما على كل حال لا مجملوش ما اسمع على الحياه السياسيه راهي زاده حديثه في تونس، ما كانش عندنا حياه سياسيه. اني السياسه ما تعملش على طريقه جون جوريس. وانا تو بعد نقدم لكم الكتاب هذا نتاع السي عبد العزيز الثعالبي اللي يجيب السيره نتاعو. تو تعرفوا اللي تونس السياسه دخلت فيها من 1800 واش، معناتها ناس يناضلوا كانه اليوم، يناضلوا من اجل دستور كانه اليوم، من القرن الثامن عشر معناتها يجاوا ضد الاستعمار كانه اليوم، معناتها الاستقلال الوطني اتسيتيرا. تو نحكيو عليه هذا من بعد. انا ملاحظتي وسؤالي، ما تعتقدش انت، انا نجم نتفق معك انه جبهه الانقاذ هي التقاء بين قوى سياسيه حول نقطه ما في توقيت ما كان خطيرا بالتاكيد، كان فيه شهيد معناتها شهداء اثنين معناها زعماء سياسيه اللي هما يتلمسوا في خطاهم نحو المشهد السياسي معناتها،
و 25 جويلية 2013 معناها حقيقة التابلو سودة معناها في تونس السياسي، والناس معناتها ولات تلطم وتبكي وتشد ديارها وتقول السياسة ما عادش نعملوها مع، وإذا كان هكا معناتها خلي يرحم رجل أمي لول اتسترا. أنا متفقة معاك أنه لم يكن تحالفا، ولكن باش نسألك سؤال حقيقة، ما تعتقدش اللي نداء تونس والاستاذ الباجي قاعد سبسيل نقولوا له كل احترام، ولكن معناتها احنا الكلمه النقد الواحد نقولوه وانا قلته له هذا، ما تعتقدش اللي هما وكانهم استغلوا الفرصه مع القوى السياسيه الاخرى وهو نمشيوا مع بعضنا لانه فما غول قاعد يهدد في البلاد اسمه ارهاب واغتيالات اتسترا، ولما وصل معناتها حلبه بلوتو الخط نتاع الكوخس معناتها الجري معناها ضرب البقية باسم أنه حزب كبير، هو حزب لما صحيح حزب كبير ما هوش حزب معناتها ربما عنده الماكينة متاع التجمع ولا حاجة كيف ماكا الستركتور، ما مش حزب معناها انطلق من باجة ومن جندوبة، هذه لما متاع مثقفين صحيح كان أملهم كبير في المجلس التأسيسي، لكن يوم 24 أكتوبر 2011 قاموا الناس الكل على صدمة صحيح، الصدمة الثانية جاتهم بعد وقت اللي جات تكوين الحكومة وتكوين هذايا ما يسمى بالترويكا وعملوا كل الدستور الصغير ولاو يحكموا ومشاو يحكموا وتحول المجلس التأسيسي كيف ما قال سي طاهر ميلك النهار، تحول المجلس التأسيسي في ظرف أسبوع، هو قال 40 أنا أسبوع، في ظرف أسبوع تحول إلى برلمان والأخرين حاكمين والناس الاخرين معارضه وقت اللي هو مشكك شان. ما تعتقدش اللي نداء تونس لعب على المعطى هذا لما وصل معناها قال قعد مع النهضه من غير ما يستشير حلفائه، وهو يقول سيد بجقيت سبسي يقولها انا حتى في حزبي معناتها ابريتو ما 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 فما حد ينجم يحاسبني. كذلك بالنسبه للانتخابات الان معناها الرئاسيه اتسترا معناها كنا نتمناو انه فما غربله مثلا دي بريمير يقعوا مثلا سيد بجقيت سبسي علاش يترشح هو وكمال النابلي وكذا وكذا، اللي فرد مجموعه معناها المفروض انه ينتقي واحد باش يتقدم باش يسهلوا على المواطن التونسي معناتها ما نعرف. أنا والله مش مفتر. سمحني بشر حميدة نرجو بعد الفاصل لمت أفكارك وجمع أفكارك نرجو بعد الفاصل في الغيكاب. الوغ فاس فاس مع بشرى بالحاج حميده عن نداء تونس، مرحبا بك مره اخرى في الغيكاب. كبرياء نداء تونس وعدم نجاحه في توحيد القوى الديمقراطيه، هذا ما قالته فاطمه كراي، شنو تعقيبك انت على كلامها؟ هي فاطمه طرحت الف سؤال وسؤال، مش سمعتهم لك انا لخصتهم لك. اول حاجه ما عندناش كبرياء وما عندناش معناها احنا تكبر، نحن نعرفوا وقعنا ونعرفوا واقع الساحه السياسيه في تونس ونعرفوا حجم كل واحد، مش معناها الاحزاب الاخرى معناها ضعيفه ولا صغيره، لكن الاحزاب الاخرى اللي فما منها تاريخيه وعندها الموقع نتاعها في الساحه واللي لعبت ادوار مهمه على مدة سنوات وما زالت اليوم تلعب في الدور نتاعها. احنا ماهوش كبرياء، احنا نعاود نقول لك عمرها ما طرحت مشكله القائمات المشتركه مع جبهه شعبيه، باش نكونوا واضحين، طرحت مع بعض اطراف زاد انت تعرف باش متكون، مانيش ندخل خاطر انا اليوم اللي يهمني زاد في الحمله الانتخابيه اذا ماناش تحالف على الاقل ان احنا اليوم نعرفوا نتعاملوا مع بعضنا أي. وهذا يدخل في اطار زاد تحكي على التحالفات نعرفوا نتعاملوا مع بعضنا أي. والاخطاء نتاع اصدقائنا نقولوا لهم في وجوههم، ولكن مش مجبورين راه باش نقولوا في الاعلام راه الطرف كذا، لا مش معناها ماهوش من صالح حتى طرف، انا اليوم ما يساعدنيش نشوشوا وندخلوا في التوانسه في متاهات اللي ما عندهاش قيمه، خاطر باش نجي نحكي انا الحزب الفلاني يطلب كذا ماهوش معقول وما عنده حتى ما عنده حتى فائده. ربما فما بعض احزاب اللي تصورت انها كي تدخل مع نداء تونس في قائمات موحده ولا مشتركه من حقها تطلب اكثر من اللي ربما ممكن اكثر من اللي معناها كل ما هو موجود واللي ما يخليش ربما الاسباب الخوف من جماهيريه وقاعده شعبيه نتاع نداء تونس. لا مش هذا الموضوع، الموضوع اليوم احنا هذا تجاوزت الاحداث، واليوم الاطراف كلها من بعد لتكمل الانتخابات يلزمها تقف وتحكي مع بعضها وتقول علاش عملنا هكا وكيفاش نبنيو تحالفات مستقبليه اللي تضمن ان التوانسه يتوحدوا حول برنامج
حول دولة حديثة، حول دولة المواطنة، حول دولة اللي اليوم تكون ناجعة وفي خدمة التونسيين. الأخطاء اللي صارت من أطراف معينة ما هوش معنا حتى مصلحة باش نقعدوا نعاودوا نقولوا فيهم. تقول لي سامحني من لا لا ما واضح لا شيء حتى ما واضح لا لا خلينا نكمل الفكرة وصلت. تقول لي فما أفكار غلطة، كي تقول لي ما كنت تجمع وحزب مثقفين صحيح، الأحزاب في العالم أجمع القيادات مثقفة على غالب، معناها الأغلبية الأحزاب في العالم فرنسا إيطاليا مصر تحب صحيح القيادة فيها جزء كبير من المثقفين، مش معناها الحزب مثقفين. أنا البارح اجتماع في معنى داخلي في حلق الواد، جات صحفية فرنساوية قالت أنتم أحزاب إليت، بديت نجيب لها بالواحد بالواحد، هذا إليت طوميو كان هذا إليت طوميو، هاو شعب يقولوا إليت، دونك مش صحيح. معناها عندنا قواعد شعبية في الأوسط الكل، وما نش نخدم ماكينة تجمع خاطر ماكينة تجمع خذاوها 23 اكتوبر وخدموا بها ونجحوا بها في الانتخابات. أيوة وهذا هذا انا عشته في زغوين وعاشوا العديد من المرشحين. عندنا تجمعين في البدايه معناتها ما قالها ديجا في التصريح. احنا عندنا تجمعين، لا عندنا تجمعين، السي بي ار عنده تجمعين، الوفاء خرج سليم بخضير قال انا خرجت من وفاء على خاطر اغلبيه الاعضاء تجمعين، دونك ننساو حكايه التجمعين. وانا بالنسبه ليا باهي ياسر التجمعين يبداو في كل الاحزاب ويندمجوا في الاحزاب ويدخلوا في البرامج الجديده اللي هي اصلاحيه، وما هو ذا من حقهم، خير من يجمعوا في حزب واحد ويرجع نكمل. لا مازلت لا وبربي حاجه يا جماعه برشا وقت لا ترمي برشا لا والله ما نكمل نوضح لك يا جماعه يا جماعه مانيش برشا وقت وراه البيجي قايد سبسي وحزب نداء تونس يتحادث ويحكي يوميا مع كل الاحزاب، وما عندوش منطق انه حزب كبير وحزب صغير، فما مناضلين حتى قاعدين في احزاب يجوا نداء تونس ويحكوا مع البيجي ما عندناش هذا. والحوار مع اللي صار مع اسمه الغنوشي بالنسبه ليا ساهم على الاقل انه الجو في تونس الفكره لكن مش معناها عندنا اليوم مشروع كونترات نتاع وقت جماعي. انت ما سمعتنيش بالقدام فهمتنيش، انا كي قلت حزب مثقفين ولما نتاع مثقفين على اساس انتم ما زلتوا ما تستجيبوش ستركتورالمون الى حزب لو بارتي دو ماس حزب الجماهيري. علاش؟ قولي علاش؟ لانه ما زلتوا ما عملتوش المؤتمر وما عملتوش سيلول وما عملتوش كذا. لا اكثر ولا اقل لا 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 مش لا احنا ما فماشي عماده ما عندناش فيها خلي، وما فماش معتمديه ما عندناش فيها مكتب قاعدي، ما فماش عندنا مؤتمر موجودين دونك المؤتمر مازال المؤتمر ما صارش وهذا احنا بنفسنا نقولوا عليه بارتي دو ماس. احنا نحكيو من حيث احنا انا وياك نحكيو من حيث التكوين ماهوش حزب مثقفين، من حيث انه اليوم بالحق من ما هيكليا مازال ما نجموش نقولوا ان الحزب جماهيري كمل التاسيس نتاعو. اليوم احنا ما معناها ما فماش بقعه ما عندناش فيها خليه ومكتب قاعدي ومكتب محلي ومكتب جهوي في كل في كل تنبئنا على الستركتور نتاعو. لكن ربما النقطه اللي هي زمها يعطيك الصحه اللي نحن القواعد هما بيدهم يقول لك ما عندناش شرعيه حتى القياده تقول لك ما عندناش شرعيه، عندنا شرعيه النضاليه اللي خدمنا بالحوار شويه ما عادش عندي برشا. ولكن احنا هذاك اول حاجه باش تعمل بعد الانتخابات هو المؤتمر واللي باش يثبت قداش احنا حزب شعبي. نمشيو لاكسيخ لاكسيخ اتهامات موجهه لنداء تونس بتقسيم التونسيين الديمقراطيين واسلام سياسي، هذا ما قاله رشد الغنوشي يدعو السبسي الى التوافق، انتم متهمين بتقسيم التوانسه. والله انا فرحانه ياسر اللي الخطابات نتاعنا وخذاهم الطرف المقابل ولا يحججنا بهم، خاطر ماذا انا نتصور من نهار اللي توجد نداء تونس ونحن نقول ورانا حزب التوانسه الكل مهم اللي تجمعي واللي دستوري واللي يساري واللي نقابي واللي اللي هو دستوري واللي كذا واللي عنده نزعه اسلاميه. واليوم الحق ماذا بيا بالحق يطلع حركه النهضه خذيت الدرس وتربيت وتعلمت اللي ما عادش تقسم التوانسه ان شاء الله بالحق. ايها في خطاب لكن هو السبسي قال نحن مع الديمقراطيين ضد الاسلام السياسي. لا ضد مش تقسيم، لا مش تقسيم، فما حاجه اسمها اسلام سياسي، وفما حاجه انه اليوم حتى واحد في تونس كان بالحق معناها متبني الدستور ويحب يبني دوله مدنيه واليوم يحب يبني دوله مؤسسه على المؤسسات ما عادش عنده حتى حق انسان باش يخرج يقول التوانسه راني انا الاسلام نتكلم باسمه. دونك اليوم هما نفسهم قاعدين يراجعوا في الخطابات لكن ما يطولوش مع الاسلام السياسي واقع توا اليوم حكم اليوم في ترويكم حكم
حكم في تونس واثبت فشل نتاعو وهو قسم التوانسة ولات التوانسة تنعط هذاك معناها لايكي والاخر كافر وعشنا فيها وما زلنا نعيشوا فيها الى يومنا هذا وعشنا عده مع اقصاء الاسلام السياسي في تونس لا عمرنا ما كنا مع الاقصاء لكن احنا نحبوه يراجع نفسه نحبوه هو معش يواصل في التقسيم التوانسة وقت اللي يخرج اسمه سي الغنوشي يمشي للسين يقولهم والله عجبتني الشيوعيه ويجي نيدا تونس يقولوا بربي سي الباجي تخلي لي تخلى على كجماعه تاع اليسار عاد يثبت لي اموره الخطاب المزدوج والخطاب اللي في كل مكان حسب المكان وحسب الزمان الحقيقه خلي الناس ما تبداش عندها ثقه كبيره في التغييرات اللي صارت كان فما ناس قسمة التوانسة هي الترويكا ما فماش اللي صار في تونس من بعد الثورة وخاصة بعد 23 أكتوبر من تقسيم التوانسة من أنه التونسي ولا يكره التونسي من أنه التونسي ولا يحاسب في التونسي اللي عمرها ما كانت ما صارت قبل نحن كانت الدولة تحاسب فينا ونحن في بين عملنا الثورة باش نوليو نحاسبوا في الدولة ما راعنا إلا ولا التوانسة تحاسب في بعضها وكل واحد الغنوش دعا التوافق الغنوش دعا التوافق اخويا كلمة توافق معناها واليوم راش الغنوش في ليدرز ماجازين قال ديكلاراسيون عطيني عليها تعليق من عندك انت بشرى بالحاج حميد التوافق على ثلاثه رؤساء رئيس جمهوريه رئيس حكومه ورئيس برلمان وحكومه سياسيه ذات وحده وطنيه بعد الانتخابات مقترح من عند راشد الغنوش اليوم هبط في ليدرز ماجازين والله شنو تعليقك انت والله في وضع كما عشناه بعد اغتيال شهيدين شكري بالعيد الحاج براهمي التوافق كان معناها بالحق ممكن وضروري لانه نحن حتى الشرعيه نتاعهم ما عادش موجوده كانت المجلس التاسيسي فقد شرعيته ولكن مواصل الحكومه وفاقده شرعيتها والرئيس الجمهوريه فاقد شرعيته بعد الانتهاء العام. نحن اليوم على باب انتخابات مانيش نحكيو على توافق احنا نحب ناسسوا اليوم للشرعيه الانتخابيه. اليوم ما تقعد تحكيش على توافق على رئيس الجمهوريه نحكيو على شعب تونسي باش ينتخب لأول مرة بصفة مباشرة رئيس نتاعو دونك سامحني التوافق هذا مش ممكن عشان نحكيه شنو توافق اش معناها توافق راه كلام صعيب شنو باش نرجعوا بطريقة غير مباشرة الى الفكر الواحد والحزب الواحد والمنطق الواحد وكذا راه كنت توافق كي تتجاوز منطق واحد معناتها توافق بين الاتفاق السياسي معناها توافق على الشعب التونسي اختار تعطي احنا قاعدين نكتبوا على الشعب التونسي ما لا احنا اليوم نعملوا في مسرحيه نعملوا في انتخابات مسرحيه تقولي توافق معناها ربما في نقاش على حكومه في ظل كذا هذاك ممكن اما تنمش تقول على رئيس حكومه وقت اللي رئيس حكومه يعملوا الحزب الرابح هذا بالدستور يا اخي باش نخرقوا الدستور من الجمعه الاولى هذا الدستور قال لك رئيس الجمهوريه ينتخب بصفه مباشره بثقه اقتراع سري من طرف الشعب التونسي من يقول لك التوافق يضمن الاستقرار السياسي من بعد الانتخابات لا سامحني علاش الشعب التونسي باش ينتخب واحد مهبوله ولا ما اش معناها الاستقرار الاستقرار باش يضمنوا الرئيس المنتخب واللي عنده شرعيه واللي عنده 51% اغلبيه 50+1 من الناخبين شنو الكلام هذا انا بالنسبه لي توافق وكانها احنا باش نعملوا انتخابات مسرحيه انا بالنسبه لي تقول لي حوار وطني الناس تتناقش في اطار على اساس الحكومه تركيبه الحكومه اما رئيس الحكومه يعني الحزب اللي هو يكون لون هو اللي باش يقترحه ورئيس الجمهوريه ينتخبوا شعب التونسي ومهما كان اختيار شعب التونسي التحالفات المستقبليه اللي دي تونس بعد شويه بعد الفاصل في الغيكاب هذه الفاس فاس مع بشرى بالحاج حميد عن دي تونس مرحبا بك مرة أخرى نحكي على التحالفات المستقبلية بعد الانتخابات فيها الاتحاد من أجل تونس سمعنا به شيء ذي المسار العمل الوطني والاشتراكي أفاق تونس كيف كيف في التحالفات هذه وكيانات أخرى ذات مرجعية دستورية يعني سؤالي هنا بعدك نعطي الكلمة لمدام فاطمة كراي هل سيكون الباجي قادر سبسي مدعوم من العائلة الدستورية مع الموسعة في الرئاسية فاطمة كراي أنا حبيت نسأل معناتها ماذا لو نداء تونس في الانتخابات التشريعية وكذلك الرئاسية يفوز باثنين اسكو يساعدكم أنه أنتم يكون عندكم من نداء تونس رئيس حكومة وكذلك رئيس الجمهورية وهذا ما يدعوش ما يرجعش معناتها إمكانية كما قلت أنت الحزب الواحد والتغول اتسترا ما أنت عندكمش ميكانيزم حطيتوش بلان آ بلان بي نجاح سلباجي مثلا وأنتم عندكم أكثرية مريحة ما فماش هو واحد يجيب أغلبية في الانتخابات التشريعية اغلبيه مريحه تمكنكم من انكم انتم تختاروا رئيس الحكومه كيفاش باش تعمل انا نضمن له سعد مدوي بما مدام انا نضمن لك فما حاجه واضحه في حزب نداء تونس انه مهما كانت نتيجه الانتخابات احنا قابلينها باش نحترموا الدستور والقوانين تاع البلاد هذه واذا فما امكانيه نقاش
حول أي موضوع ما ينجم يكون كان في إطار احترام الدستور. يعني اليوم أنا مش ممكن أنه حزب مهما كان احنا ولا غيرنا ياخد أغلبية وبعد يتنازل عليها. لكن ما ننساوش اللي احنا الحاجة الإيجابية كمان في الدستور أنه خلق في اليوم ثلاثة مؤسسات عندها وزن مهم، اللي هو المجلس الشعب، اللي هو البرلمان، الحكومة، اللي هو الرئيس الجمهوري، واللي هما فما آليات في وسط الدستور تخلي إمكانية عدة إمكانيات تاع مراقبة. دونك باش نكونوا واضحين، ماناش طايحين على نفسنا، كيف يكونوا كلهم من نداء تونس. ايش باش نقول لك؟ معناها هذايا هذه النهضة قالت لو كان أنا عندي الأغلبية راهو أنا مانيش باش نحكم. احنا عندنا كل الاستعداد باش نحكموا، ونعتبروا نفسنا عندنا كفاءات وعندنا الإمكانيات باش نحكموا. لكن احنا على... بالنسبه لنا مانيش نحكموا حدا مهما كان تكاليف، معشكم مش تحكموا مع الاحزاب الكل اللي اختارها الشعب التونسي، ومش نكونوا تحالفات. اذا فما تحالفات باش تكون مع التحالفات مع الاطراف السياسيه اللي تشاركنا رؤيه حول مفهوم الدوله التونسيه، حول مشروع المجتمعين تاع تونس اللي اليوم نحن عشنا فتره نتاع تهديد ليه، واللي اليوم حتى الاطراف اللي كانت تهدد فيه وعات أنا غير قادرة باش تبدل المجتمع، وأن على نفسها أن تبدل نفسها، هي يلزمها اليوم تلقى الطريقة باش تندمج مع المجتمع وباش تتأقلم مع المجتمع. منهم العائلة الدستورية اليوم الموسعة، طبعا العائلة الدستورية الموسعة لما لا، لأن اليوم احنا الحاجة اللي مضمونة أنه ما نشمل عنه تحالف الترويكا، ما نشمل عنه تحالف انتهازي، ما نشمل عنه تحالف على المقاعد، ما نشمل عنه تحالف على على برنامج برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي، اللي الاطراف اللي تكون متفقه معاه باش تكون هناك تحالف معاهم. الناس اللي ترى انه ربما عندها مشروع اخر من حقها باش تواجد، من حقها باش تنشط، من حقها انها تستعمل ما مكانه الشعب التونسي من سلطه، لكن ما يكون في اطار تحالف. حركه النهضه عندها الحق سيده بشرى بالحاج حميده، عندها الحق ونتفهموها وقت اللي هي تخاف من شكون ينقلب عليها. انتم اولوياتكم اذا كان خذيتوا السلطه فعلا، السلطه التشريعيه وكذلك الرئاسيه ولا واحده منهم، اولوياتكم باش تكون المحاسبه، محاسبه ترويكا اسونسيال ما هو النهضه، والا اولوياتكم تطبيق ما جاء في الدستور وتجاوز عفى الله عما سلف بطريقه او باخرى؟ احنا كنا واضحين من اول نهار، قلنا الهدف نتاعنا المصالحه بين التونسيين. وقت اللي اليوم اي انسان يطرح المحاسبه في الوضع اللي احنا في تونس، ما نتصورش ان الوضع يسمح بمره اخرى بالمحاسبه كما تطرح. لكن من حق التونسيين اللي عنده قضيه، اللي عنده معناها القضاء هذاك يفصلوا، لكن احنا مانيش رايحين على نفسنا باش نسعوا للمحاسبه، لكن احنا باش نسعوا للمصالحه. ولكن هذا المصالحه لا يعني أنه الناس ما تاخذش حقوقها. أنا ما نجمش نجي نجمع سريانة نقول ما تشكيوش وما تتبعش، بالعكس لازم القضاء يخدم خدمته ولازم يقوم بالواجب نتاعو. الوضع الاقتصادي اللي احنا طلبنا أوديت من حكومة الجمعة واللي ما قامش به، نحن نعتبره زاد ضروري، ومن زمنا توانسة نكشفوا مع الحقائق الاقتصادية اللي صايرة في تونس، باش كي نحن نطرحوا الإصلاحات الاقتصادية لازم الشعب التونسي يعرف علاش نحن كل قرار ناخذوه، لازم نعرف اللي احنا قرارات باش ناخذوهم على مستوى اقتصادي واجتماعي باش يكون انطلاق من واقع الاقتصاد التونسي اللي الناس الكل يستعرفوا ما فيهم مزير رئيس الحكومة توا انه كارثي، لكن مع الاسف انه ما تجرأش يمشي للاخر ويعمل لنا اوديت ويخرج لنا الحقائق، لانه اللي صار في الادارة التونسية في حكم الترويكا راهو مهازل تاريخية، راهو حاجات معناها نحكي لكم حكايات معناها دوخ اللي صار، وحتى مع وراه اصدقائنا وشركائنا في الخارج. مع المحاسبه عبر القضاء. لا احنا من حق التونسي يشكي، لكن ماهيش اولويه نتاعنا. احنا بالعكس نحن نحبوا المصالحه، مصالحه مع كل التونسيين، ويلزم التونسي يعرف تاريخهم، يعرف صار في تاريخهم، لكن احنا ماناش مع السجون، ماناش مع بالكل معناها مع انه الناس نعاقبوا في العباد. معناتها السيناريو المصري لازم نقولوا معناتها. وكل المنطقه ذاك المنطقه ذاك الكل الحق. ما تونس ما عادش تتحمله وغير قادره باش تتحمله. واضح. والاسلاميين كما الناس الكل غلطوا وعملوا اخطاء جسيمه، لكن زاده قبلهم هم غلطوا برشا ناس على امتداد 23 سنه غلطوا. مع هذا نحن اليوم نقولوا لازمنا نلقاو حل ونخرجوا منها سلامات، لازم التوانسه يعرفوا تاريخهم مش معاش يعاودوا، خاطر التوانسه كلنا شاركنا في الوضع المعنى هذه على امتداد سنوات زاد، فما اللي بسكات، فما اللي شارك مباشره، فما كل واحد فيشارك. لازم التوانسه تعرف تاريخها بالقدا وتعرف مسؤوليه كل واحد
لكن الحقيقة هالتشفي وهل السجون وهالحكي يلزمها تنتهي ويلزم تنتهي ويلزم مصالحة حقيقية بين كل العائلات السياسية وبين كل تونسي وجار وصديقه وزميله في العمل. عشان برشا وقت مدام بشارة تحب تسعى من وينجي الوقت؟ لا غالب خاطر ما نعرفش برشا وقت بيه. هل سيكون البيجي قاد السبسي مدعوم من العائلة الدستورية الموسعة في الرئاسية؟ فما إمكانية معناتها دعم العائلة الدستورية للبيجي قاد السبسي؟ أنا نتصور نظرا معناها هذا مش نقول لك هاو لي سونداج اخر لي سونداج اللي مش منشوره والمنشوره تعطي امكانيه كبيره للسيد الباجي قاعد تسبشي. يعني تصور امكانيه كبيره انه مش يكون معناها حتى فائز في الدوره الاولى. هذا معناها مش نحكي على الدوره الثانيه نحكي على الدوره الاولى. فهمت؟ دونك انا نتصور العائلات الديمقراطيه والعائلات الدستوريه وكل انسان ما يحبش يعاود التجربه اللي عشناها الفتره الفايته واللي كانت معناها بالنسبة لصورة تونس في الخارج وصورة تونس داخل وصورة تونس وصورة رئاسة الجمهورية ما كانتش بالكل في المستوى اللي معناها كنا ننتظروه بعد الثورة ومن بعد معناها توانسة ما عاشوا 23 سنة ما يعرفوش معناها رئيس جمهورية بالمفهوم المواطني. أنا نتصور أنه كل أطراف الرزينة اللي بعقلها اللي تفهم مصلحة تونس ما تنجم تكون كان مساندة سلبيجي قاتل. سامية عبو عن طير ديمقراطي قالت أنه النهضة ونداء يمثلان يمينيين متطرفين ودعت الى تصويت العائله الوسطيه. شنو تعلق على الكلام هذا؟ ولا نقول شو قلتش نهضه يمينيه كذا شنو هي يمين متطرفه وقت اللي تحالفت معاهم كنت دافع عليهم. قلها كنت دافع عليهم وقت اللي احنا كنا نقولوا راهو يميني متطرف. اما احنا ماناش حزب يميني متطرف، احنا حزب وسطي وهو برنامجنا الاقتصادي والاجتماعي لهنا باش نقدموه باش يوري اللي احنا نمنوا بدور الدوله في التعديل الاقتصاد ونمنوا تدخل الدولة في الأمور الحيوية بتاع التوانسة اللي هو الصحة هو التعليم. البرنامج بتاعنا الاقتصادي باش يوريك قديش الدولة قدر ما تشجع المبادرة الخاصة وقد ما تشجع الاستثمار حتى لدى الشباب، وهذا من بين النقاط الأساسية في برنامجنا. ما عادش نحبوا الشاب التونسي يطمع في خدمة في إدارة، نحبوه يخلق الثروة هو بيده والدولة تمكنه بأنه يخلق هو ثروة ويشغل الناس. سامحني برنامجنا ماهوش يميني بالكل، وسطي، ونحن عندنا عدة معناها نقاط في البرنامج تثبت عكس هذا. وقل لها مصاب في تونس قبل معناها وقت اللي تحالفت مع النهضة راك منعتنا من حكم ثلاث سنوات خلتهم غدوة الكونفرنس دو بريس نتاعكم البرنامج الانتخابي نتاعكم. انت من الناس اللي ساهمت، انت حزبك واضح دخلتوا التوانسه الحنين الى الماضي التعيس. واضح. دونك غدوه الكونفرنس دو بريس نتاعكم برنامج انتخابي الليله باش يقعد سبسي على الوطنيه الاولى باش يحكي برشا كلام تقريب. قلتوا زعما قبيليك انت باش يعاودوا الكلام؟ لا قلت لا لا شنو مش عارف ليه كلام برنامج اقتصادي ما اول مره باش يعترض. لا نحكيوا على باش يقعد سبسي اليوم في الوطنيه الاولى في حوار مع خميس علينا. يعطيك الصحه بشرى بالحاجه حميده عضو المكتب التنفيذي في شكرا لك على الحضور. ميرسي بوكو بشرى حميد. وقدش اغيابل وكور ما حسيتش بيه الوقت معكم. نرجو بعد الاخبار. كاب اف ام الكلمه ليك.